اهلا وسهلا بيكم طبعا قناه الاهلي وفي بيتكم في النادي الاهلي. اولا بحب اقول كل سنه وانتم طيبين لاعضاء النادي الاهلي، عائله النادي الاهلي، اعضاء الجمعيه العموميه، العاملين بالنادي الاهلي والموظفين والساده المديرين، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وان شاء الله يبقى يعني الشهر رمضان ده شهر البركه وشهر بنحب فيه كلنا اللي احنا نكون متجمعين بشكل طيب. النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله بيستعد على مستوى الفروع الثلاثه لاستقبال اعضائه ويكون في الجو الرمضاني اللي الناس بتحب ان شاء الله باذن الله. بنحاول نحييه بشكل كويس سواء في مدينه نصر او في الجزيره او في الشيخ زايد. يمكن الشيخ زايد ان شاء الله باذن الله مجلس الاداره احنا اعتمدنا مجموعه من القرارات لصالح الجمعيه العموميه وصالح الاعضاء في الثلاث فروع، على مستوى الثلاث فروع، بحيث يبقى في رمضان الناس تقضيه معانا في النادي، وخصوصا اولادين وشبابنا اللي هم ما يخرجوش بره النادي وموجودين معانا. ان شاء الله في دوره رمضانيه بتتعمل بشكل كويس باذن الله تحت مسمى عائله الاهلي، ودي كان الغرض منها اللي يبقى فيه اندماج بين الاعمار السنيه المختلفه، لكن هتتعمل بشكل كويس ان شاء الله وتنجح، وفي اقبال عليها يعني الحمد لله. فلسه مبلغني دلوقتي في اقبال عليها بشكل جيد جدا على مستوى بقى الخدمي الاعضاء. يعني ان شاء الله هيبقى في سهرات رمضانيه معانا وزي ما هم الاعضاء بتوعنا متعودين دايما. انا اتمنى ان شاء الله يكون شهر رمضان يعني شهر كريم على اعضاء النادي الاهلي كلهم وعلى النشاط الرياضي وفرق النشاط الرياضي، وباذن الله احنا موجودين والاداره التنفيذيه موجوده ومكتبها مفتوحه 24 ساعه. واحب طبعا في الشهر دوت بوجه يعني خالص تحياتي وخالص شكري للعاملين في النادي والموظفين في النادي والاداره اللي بتشتغل معانا، فريق العمل اللي موجود من الفتره اللي فاتت يمكن عملوا مجهود قوي وملموس جدا بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي. لو في تقصير اكيد الناس بتحاول تقدم افضل ما عندها، فاتمنى اللي في لو في اي حد عنده اي ملاحظ او اي حاجه وبيحب يشارك معانا، لان في الاول في الاخر زي ما احنا قلنا بنشتغل تحت شعار واحد عائله النادي الاهلي، فاحنا موجودين. قدم الاقتراح اللي انت عايزه في اي وقت، المكاتب مفتوحه على مدار ال 24 ساعه ومتهيألي الاعضاء حاسه بكده سواء في مدينه نصر او في الجزيره او الشيخ زايد، وتلاقي ان شاء الله باذن الله في تلبيه طالما هو في القدره الشخصيه وطالما ملتزمين باللوائح وطالما هو اقتراح بيعرض على مجلس اداره وبيعرض على مكتب التنفيذي وبيلاقي القبول الجيد، اكيد هتلاقينا كلنا بنتعاون مع الاعضاء بتوعنا، لان في الاول في الاخر برضه هرجع اقول واركز كويس قوي احنا شغالين كلنا تحت شعار عائله النادي الاهلي.